حكاية البطة جميمة. يا له من منظر مضحك أن يرى المرء دجاجة تحتضن مجموعة من صغار البط. استمع إلى قصة البطة جميمة التي كانت غاضبة لأن زوجة المزارع منعتها أن ترقد على بيضها. كانت سهرتها السيدة ريبيكا لا تمانع البتة في ترك مهمة الرقود على البيض لغيرها، وقالت: لن أتحمل الجلوس في العش 28 يوما، وأنت أيضا يا جميمة لن تتحملي هذا الأمر. ستتركين البيض معرضا للبرد، أنت تعلمين أن هذا ما سيحدث. قالت جميمة: أريد أن أرقد على بيضي، سأفعل ذلك بنفسي. حاولت جميمة إخفاء بيضها، لكن دائما ما كان أحدهم يعثر عليه ويأخذه من مكانه. فشعرت البطة جميمة باليأس، وقررت أن تبني عشا بعيدا عن المزرعة. خرجت جميمة بعد ظهيرة يوم ربيعي بديع، وسارت على الطريق الممهد الذي يؤدي إلى أعلى التل، وكانت ترتدي وشاحا وغطاء رأس. وعندما وصلت إلى أعلى التل، رأت غابة تلوح من بعيد. ظنت جميمة أنها مكان آمن وهادئ، ولم تكن معتادة على الطيران كثيرا. فركضت بضعة أمتار نحو أسفل التل مرفرفة بوشاحها، ثم قفزت في الهواء. وبعد هذه الانطلاقة القوية، حلقت جميمة بروعة في الهواء، وطارت بخفة فوق قمم الأشجار حتى وقعت عيناها على مكان مفتوح في منتصف الغابة، خال من الأغصان المقطوعة والأشجار. هبطت جميمة بصعوبة نوعا ما، وبدأت تمشي في تأن، باحثة عن مكان جاف مناسب لبناء العش. وأعجبها جذع شجرة وسط نباتات قفاز الثعلب الطويلة. لكن جميمة تفاجأت عندما رأت سيدا أنيق الملبس جالسا على جذع الشجرة يقرأ صحيفة. كانت لديه أذنان سوداوان منتصبتان، وشوارب بلون الرمل. قالت البطة جميمة وهي تميل رأسها المزين بغطاء الرأس جانبا: كك كك. رفع السيد عينيه عن الصحيفة التي يقرأها ونظر بفضول إلى جميمة، ثم سألها: هل ضللت الطريق يا سيدتي؟ كان لديه ذيل طويل ذو شعر كثيف، وقد جلس عليه لأن جذع الشجرة كان مبتلا قليلا. ظنته جميمة مهذبا جدا وحسن المظهر، وأوضحت له أنها لم تضل الطريق، لكنها تبحث عن مكان جاف مناسب لبناء عش. قال السيد ذو الشوارب الرملية اللون ناظرا إلى جميمة بفضول: هكذا إذن. ثم طوى الصحيفة ووضعها في جيب معطفه الخلفي. شكت إليه جميمة من الدجاجة المتطفلة، فقال لها: يا له من أمر مثير حقا، ليت في إمكاني أن أقابل هذه الدجاجة. كنت لألقنها درسا في كيفية الاهتمام بشؤونها الخاصة. وتابع السيد ذو الذيل الطويل الكثيف قائلا: أما بالنسبة إلى العش فلا توجد مشكلة، لدي مخزن أخشاب فيه كيس مملوء بالريش، لن تزعجي أحدا بوجودك فيه يا سيدتي العزيزة، يمكنك البقاء هناك قدر ما تشائين. وقادها إلى منزل منعزل كئيب وسط نباتات قفاز الثعلب. كان المنزل مبنيا من حزم الحطب والعشب، وكان هناك دلوان مكسوران أحدهما موضوع فوق الآخر مشكلين مدخنة. قال السيد المضياف: هذا هو مسكني الصيفي، أما بحري أي مسكني الشتوي فلن تشعري فيه بالراحة. كان هناك مخزن متهالك خلف المنزل مصنوع من صناديق الصابون القديمة. فتح السيد الباب لجميمة وقادها إلى الداخل. كان المخزن مملوءا بالريش إلى حد يكاد يكون خانقا، لكنها وجدته مريحا وناعما للغاية. اندهشت البطة جميمة من وجود هذه الكمية الكبيرة من الريش، لكنها شعرت براحة كبيرة فيه، وبنت عشا دون أدنى صعوبة. وعندما خرجت من المخزن
كان السيد ذو الشوارب الرملية جالسا على جذع شجرة يقرأ الصحيفة، أو إنه على الأقل كان يمسك بها مفرودة بين يديه ولكنه ينظر من فوقها. كان شديد التهذيب لدرجة أن بدا الأسف على وجهه حين أخبرته بميمة أن عليها العودة إلى منزلها في هذه الليلة، ووعدها بأن يعتني بعشها خير عناية حتى تعود إليه في اليوم التالي، وقال إنه يحب البيض وصغار البط، وإنه سيكون فخورا برؤية عش جميل مملوء بصغار البط في مخزن أخشابه. كانت البطة بميمة تأتي كل يوم بعد الظهيرة، ووضعت 9 بيضات في العش. كان البيض كبيرا جدا ولونه أبيض مائلا إلى الخضرة. وكان السيد، وهو ثعلب ماكر، معجبا بالبيض أشد الإعجاب، واعتاد أن يقلبه ويحصيه عددا في غياب جميمة. وأخيرا أخبرته أنها ستبدأ في الرقود على البيض في اليوم التالي، وأضافت جميمة بضميرها اليقظي قائلة: سأحضر معي حقيبة من الذرة كي لا أضطر إلى ترك عشي حتى يفقس البيض، فقد يتعرض للبرد. قال السيد المضياف ذو الشوارب الرملية: سيدتي، أرجوك لا تكلفي نفسك عناء إحضار حقيبة الذرة، سأوفر لك الشوفان. لكن قبل أن تبدأي الرقود الطويل الممل على البيض، أود أن أقدم لك هدية، لنقم حفل عشاء لنا. وسألها: هل يمكنني أن أطلب منك إحضار بعض الأعشاب من حديقة المزرعة لتحضير عجة لذيذة؟ أحضري أعشاب المريمية والزعتر والنعناع وبصلتين وقليلا من البقدونس. سأوفر السمن للحشو، أقصد للعجة. كانت البطة بميمة ساذجة فلم ينتبه شك، حتى عندما سمعته يتحدث عن عشب المريمية والبصل. تجولت في حديقة المزرعة وقطفت بعضا من مختلف الأعشاب التي تستخدم في حشو البط المشوي، ثم ذهبت إلى المطبخ والتقطت بصلتين من سلة. قابلها الكلب كيب أثناء خروجها من المطبخ وسألها: ماذا ستفعلين بهذا البصل؟ وأين تذهبين بمفردك كل يوم بعد الظهيرة أيتها البطة جميمة؟ شعرت البطة جميمة بالرهبة من الكلب كيب وحكت له القصة كاملة. استمع الكلب كيب وهو يميل رأسه الحكيم إلى جنب، وابتسم ابتسامة عريضة عندما سمع وصف جميمة للسيد المهذب في الشوارب الرملية اللون. سأل الكلب كيب البطة جميمة عدة أسئلة عن الغابة وعن موقع المنزل والمخزن بالضبط، ثم خرج مسرعا إلى القرية وذهب يبحث عن جروين من كلاب الصيد، فوجدهما يتمشيان مع الجزار. سارت البطة جميمة على الطريق الممهد للمرة الأخيرة بعد ظهيرة يوم مشمس، وكانت مثقلة بحمل حزم الأعشاب والبصلتين في حقيبتها. حلقت جميمة فوق الغابة وهبطت أمام منزل الثعلب ذي الذيل الطويل الكثيف. كان جالسا على جذع شجرة وأخذ يتشمم الهواء ويقلب النظر في الغابة بقلق. وعندما هبطت جميمة كاد يثب في الهواء من فرط المفاجأة، ثم قال: ادخلي المنزل ما إن تطمئني على بيضك، وأعطيني الأعشاب لإعداد العجة، لا تتأخري. كان أسلوبه جفا بعض الشيء، ولم تكن البطة جميمة قد سمعته يتحدث بهذه الطريقة قط من قبل، فشعرت بالدهشة وعدم الارتياح. وأثناء وجودها في الداخل سمعت صوت أقدام قادمة من خلف المخزن، وتشمم أحد ذو أنف أسود الجزء السفلي من الباب ثم أغلق، فانتاب جميمة قلق شديد. وبعد لحظات سمعت ضوضاء مفزعة نباحا وصراخا وزمجرة وعواء وأنينا وآهات، ولم تلمح جميمة ذلك الثعلب الماكر ذا الشوارب الرملية بعدها مطلقا. وبعد لحظات فتح الكلب كيب باب المخزن وأخرج البطة جميمة، لكن لسوء الحظ اندفع الجروان إلى الداخل
والتهما كل البيض قبل أن يتمكن الكلب كيد من إيقافهما. كان الكلب مصابا بعضة في أذنه، في حين كان الجروان يعرجان. عادت ديميمة إلى المنزل بصحبتهم باكية على بيضها. وضعت ديميمة المزيد من البيض في شهر يونيو، وسمح لها أن ترقد عليه بنفسها، لكن لم يفقس منه إلا 4 بيضات. أرجعت البطة بميمة السبب إلى توتر أعصابها، لكنها لم تكن يوما تبيد الرقود على البيض. قصة أرنب شرس ومشاغب. هذا أرنب شرس ومشاغب، انظر إلى شواربه المخيفة ومخالبه وذيله المرفوع. وهذا أرنب لطيف وديع، أعطته والدته جزرة. أراد الأرنب المشاغب أكل الجزر، لم يقل لو سمحت، بل خطف الجزرة وخدش الأرنب المهذب بقسوة. ابتعد الأرنب المهذب ببطء واختبأ في جحر وهو يشعر بالحزن. ثم جاء رجل مسلح ببندقية، رأى كائنا جالسا على مقعد الحديقة، فظن أن هذا الكائن طائر غريب جدا. تسلل الرجل خلف الأشجار، وفجأة أطلق الرجل النار. طخ! كان هذا ما حدث، لكن عندما أسرع ناحية المقعد وهو يحمل بندقيته، كان هذا كل ما وجده. نظر الأرنب المهذب متخفيا من جحره، وجد الأرنب المشاغب الذي جرحه سابقا بلا ذيل أو شوارب.